صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اما بعد فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الاخلاق وما زلت مع موضوع الحلم هذا الموضوع الذي هو من اهم الموضوعات لكونه يمثل راس الاخلاق وذلك لما جبل الله عز وجل عليه انبياءه ورسله ولما حث عليه النبي عليه الصلاه والسلام من التخلق به، ولذلك ذكرت فيما مضى جمله من النصوص الشرعيه في الكتاب والسنه في فضل الحلم، وكذلك ذكرت نماذج من حياه النبي عليه الصلاه والسلام والمواقف التي ظهر فيها حلمه صلى الله عليه واله وسلم. وفي هذا اليوم اتحدث عن الوسائل المعينه على الحلم لان الحلم كما ذكرت اخواني واخواتي على نوعين اما ان يكون وهبي واما ان يكون كسبي فمن الناس من يولد حليما من الناس من يولد حليما ومن الناس من يولد غضوبا او دون ذلك لكنه لا يتصف بالحلم الذي حثت الشريعه عليه فهذا يكتسبه اكتسابا ومعنى ذلك ان هذا الامر تكليفي بمعنى ان المسلم مكلف بان يكتسب الحلم. ومن هذا المنطلق اذكر بعض الاسباب المعينه على على اكتساب الحلم الذي هو افضل من الحلم الوهبي لان الحلم الوهبي ليس فيه عمل بخلاف الحلم الكسبي ففيه اكتساب وعمل. ولذلك من اهم الاسباب تذكر حلم الله جل وعلا على العبد فأنت ترى كيف أن العباد يعصون الله جل وعلا وهو يغذيهم بالنعم فشرهم إليه صاعد وخيره إليه إليهم نازل ولذلك يقول جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولذلك الإنسان يتذكر حلم الله جل وعلا على عبيده وأن الله تعالى من أسمائه الحليم ولذلك يقول جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم ولذلك العاقل يجب عليه إذا مثلا حصل له غضب مثلا أن يتذكر حلم الله عز وجل لأن من الناس من إذا غضب لا يرضى والعياذ بالله والمسلم يرى أحوال العباد مع ربهم وكيف أن الله تعالى يصفح عنهم ويغفر لهم ويتوب عليهم بل يغذي هؤلاء العصاة بالنعم فهذا لا شك بانه سبب من اسباب اكتساب الحلم بحول الله تعالى وقوته. السبب الثاني الثواب العظيم لمن اتصف بهذا الخلق وهو خلق الحلم فالانسان يؤجر على هذا الحلم الذي اتصف به وتخلق به لانه مستجيب لله عز وجل، لا اذا كان في فرصه الاقتدار والانتقام، فحينما يحلم عن الجاهل ويعفو ويصفح فله الاجر العظيم، والله جل وعلا يقول: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك من المهم جدا أن يستشعر الإنسان هذه المعاني حتى يحصل على الأجر الكبير والثواب العظيم أمر آخر المسلم مطالب بأن لا يتعامل مع الآخرين ب بالمقابلة بمقابلة الذنب بالذنب والخطأ بالخطأ فإذا كان هناك جاهل سفه مثلاً واعتدى عليك بلفظة او بقول او بشيء او بتصرف فان فان الشرع والعقل الناضج يرشدانك الى ان تحلم عن هذا الجاهل وان تترفع عنه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام امكنته الفرصه من جمله من المشركين الذين اذوه وحاولوا قتله ومع ذلك عفى عنهم صلى الله عليه واله وسلم، امر اخر الانسان الحليم حينما يتعامل مع الجاهل في واقع الامر انما هي رحمه يرحمه والراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فاذا تعاملت مع جاهل سفه بقول او تصرف وترفعت وكظمت غيظك وعفوت عنه انما انت ترحم هذا الجنس من البشر وتحمد الله عز وجل الذي رزقك هذا الخلق ولم يعطه يعطه هذا الجاهل والمقصود اخواني واخواتي بان الوسائل والوسائل التي تعين على التخلق بخلق الحلم كثيره وهذه اهمها في واقع الامر ويكفي انك تخلقت بهذا الخلق الذي عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم والذي حث عليه والذي فيه في واقع الأمر المصالح الدينية والدنيوية الشرعية والعادية هذه ظاهرة على من تخلق بخلق الحلم أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتخلق بأخلاق أهل الإسلام وأن يهدينا وإياكم ما فيه النجاة في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم الشيخ واحسن الله اليكم نذكر مستمعينا الاكارم بارقام التواصل مع البرنامج من داخل الدوله يمكنكم المشاركه عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيره 6688 لمشتركي اتصالات هنا فضل الشيخ يسال عبر الرساله النصيه القصيره عبر الرقم ستة ستة ثمانية ثمانية أه أه هل أه قبل الأذان قبل أن يؤذن المؤذن هل هناك يقول دعاء معين يقوله المؤذن أو يقول فالشيخ فقط الدعاء بعد الأذان الحمد لله بالنسبة للأذان شعيرة وعبادة أه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ولم يثبت شيء في دوابين السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك دعاء أو ذكرا يقوله المؤذن قبل أن يشرع في الأذان وإنما الدعاء والذكر يكون أثناء الأذان وبعد الأذان أما أثناء الأذان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا اثناء الاذان فاذا قال المؤذن الله اكبر يقول المستمع للمؤذن الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اشهد ان محمد رسول فاذا وصل الى الحي علتين حي على, على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله وهكذا وايضا الذك... الدعاء بعد الاذان ومنه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سؤال الله تعالى سؤال الله الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضل وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك المؤذن لا يقول شيء قبل أن قبل أن يؤذن لكن إن قال دعاء عاما يستعين بالله تعالى على هذه العبادة كان يقول اللهم أعني اللهم علمني هذه أدعية عامة وبشرط أن لا يعتقد أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو واردة عنه من حيث مكانها قبل الأذان جزاك الخير شيخ وأحسن الله إليكم أيضا يقول دخلت المسجد والصف كان ممتلئ صليت أقول لوحدي في الصف الثاني وبعد ركعة وصل يقول المصلي مصلي اخر وصلى بجنبي يقول ما حكم صلاتي؟ الحمد لله هذه مساله تسمى صلاه المنفرد خلف الصف وهي مساله خلافيه بين العلماء وتحرير محل النزاع فيها اذا ما وجد المصلي مكانا في الصف الاول هذا هو الكلام على هذه المساله يكون في هذه الصوره وهو ان لا يجد مكانا ولا فرجة في الصف الاول فيصلي خلف الصف، جماهير اهل العلم وهي المذاهب الثلاثة الفقهية ذهبوا الى ان الصلاة صحيحة صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولكن ليست كاملة من حيث الاجر ليست كاملة من حيث الاجر ويحملون النفي الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال وليس نفي الصحة. والقول الثاني وهو مذهب من المذاهب الفقهية وهو أحد مفرداته <applause> ذهبوا إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ خلف الصف وفي لفظ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح بشرط أن يأتي وقد اكتمل الصف الأول أو اكتمل الصف الذي أمامه ولم يجد فرجة ثم غلب على ظنه أن لا يأتي أحد فصلى فإنه يكون ممن اتقى الله ما استطاع والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويحمل النفي الوارد في الأحاديث على نفي الكمال وليس على نفي الصح سأكل الخير فالشيخ أيضا يقول هل يرفع اليدين أو يقول هل نرفع اليدين عند الدعاء بعد الأذان الحمد لله بالنسبة للأحاديث الواردة في رفع اليدين حال الدعاء بلغت مبلغ التواتر المعنوي ومعنى ذلك أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه كان يرفع يديه في الدعاء بل قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أن الله تعالى يستحي أن يرفع عبده إليه يديه ويردهما صفرا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الاستسقاء ورفع يديه في معركة بدر قبل أن يخوض المعركة وورد رفع اليدين عن الصحابة في القنوت ولذلك من آداب الدعاء رفع اليدين. فإذا أحب الإنسان أن يرفع يديه في الدعاء الذي بعد الأذان لا حرج في ذلك، لأن هذا من آداب الدعاء. والمواضع التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام فيها رفع اليدين يترك الرفع، لأن الترك سنة. فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام سنة. مثل على المنبر. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه على المنبر إلا في الاستسقاء، إذا استسقى فلذلك إذا رفع يديه بعد الأذان يدعو بهذا الدعاء لا حرج في ذلك على القاعدة الشرعية ساك الخير شيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة ثمانية نصية القصيرة ستة ستة ثمانية لمشتركي اتصالات ايضا فالشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم ستة ستة ثمانية ثمانية يقول ما حكم اخذ قرض شخصي من بنك اسلامي الحمد لله بالنسبة للبنوك الاسلامية فيما يظهر انها تعطي قروض حسنة من دون فوائد ولكن المبلغ يكون قليلاً فقد ذكر لي بعض الفضلاء بأن من المصارف الإسلاميه من, من من تعطي قرضا يسيرا على ان يرده من دون فوائد، وهذا قرض حسن. الثاني ان البنوك او المصارف الإسلاميه لا تعطي قروض نقديه مثل ما يتوهم بعض الناس، وانما لديها معاملات مصرفيه، معاملات مثل المرابحه والتورق. فإذا كانت المرابحه توفرت فيها الشروط الشرعية التي تجعل عملية المرابحة مباحة لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والشروط الشرعية أولها أن يملك المصرف السلعة ملكا تاما، وثانيها أن لا تبيع السلعة بعد قبضها على المصرف، وإنما تبيع تبيع هذه السلعة على جهة أخرى حتى لا يكون هذا تكون هذه الصورة صورة عينة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام نعم سكرا خير الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم من 6688 يقول عندي مبلغ واشتريت يقول به أسهم آه لكن يقول الفضل أن هذه الأسهم آه نزل سعرها إلى النصف فيقول كيف تكون زكاتها الحمد لله بالنسبة لي الأسهم على نوعين أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. آه الأسهم الاستثمارية هي التي لا يقوم المالك لها ببيعها وإنما يريد الأرباح من ورائها. وهذه الزكاة تكون في الراجح من قول الفقهاء المعاصرين تكون في الأرباح دون أصل السهم، ولذلك الأرباح التي عندك وبقيت سنة كاملة تخرج زكاتها. اما اذا كانت الاسهم من النوع الثاني وهي اسهم مضاربه بمعنى ان الانسان يقلب هذه الاسهم في السوق فهو يراقب السوق ارتفاعا ونزولا ويبيع متى ما ارتفع ويشتري متى ما انخفض فان الواجب على الانسان ان يزكي هذه الاسهم عند نهايه الحول مع ارباحها سواء كان السهم مرتفعا او كان منخفضا فصوره المساله التي فهمتها من الاخ السائل أنه اشترى أسهم أفترض أنا سعر السهم بمئة مثلا ثم في نهاية الحول انخفض سعر السهم إلى خمسين فإنه يزكي خمسين ولا يزكي مئة فالعبرة بسعر السهم السوقي لا بسعر السهم الدفتري سواء كان طلوعا أم نزولا ولذلك يجمع الأسهم التي عنده ويقيمها بالسعر السوقي سعر البيع ويضم إليها الأرباح الموجودة حتى لو خرجت الأرباح أو حصل عليها قبل يعني الحول ولو بزمن يسير يضمها إلى هذه الأسهم ويخرج زكاة ساكل زكا الخير شيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم ستة صفر صفر خمسة واحد ستة ثمانية رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم ستة ثمانية ثمانية لمشتركي اتصالات هنا الشيخ يسأل أيضا عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم ستة ستة ثمانية ثمانية يقول اشتريت يقول طائر الببغاء ووضعته يقول عندي في في قفص في المنزل يقول بعد يومين مات فيقول هل علي شيء الحمد لله بالنسبة لي الإنسان يجوز له أن يشتري الطيور والاستمتاع بتغاريدها وبأصواتها وبزقزقتها وكذلك الاستمتاع بأشكالها وألوانها ولو حبسها في الأقفاص هذا من حيث الأصل الشرعي فإذا مات الطير من غير سبب مباشر من المالك له وقد وفر له الطعام والشراب والجو المناسب له فلا حرج عليه ولا شيء عليه ولا إثم اما اذا فرط في حفظه وصيانته فانه لا شك بانه اثم النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من عصفور يذبح بغير حقه الا سأل يوم القيامه، ولذلك اذا اشترى الانسان طائرا ثم اهمله اهمل اطعامه وسقيه او اهمل وضعه في مكان مناسب له فلا شك بان هذا التفريط يستغفر الله عز وجل من هو لا يعود لمثل هذا أبدا نعم ساك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم يقول اكتسبت مال من محرم مالا محرما يقول ويقول جزء منه أطعمت أولادي فيقول كيف أتوب وكيف أتخلص من المال الذي عندي الحمد لله بالنسبة للمسلم يحرم عليه أن يكتسب الحرام الله جل وعلا قل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتقصد المكاسب المحرمة ليطعم نفسه وأولاده الأمر الثاني يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح وذلك بالابتعاد عن هذه المكاسب المحرمة والندم على فعلها والعزم الأكيد على عدم العودة إليها، وإن كانت هذه المكاسب المحرمة اكتسبها الإنسان من خلال ربا أو من خلال قمار أو من خلال غش أو رشوة فيجب عليه أن يصحح هذه المسألة، فما أخذه ظلما كسرقة أو غصب أو رشوة أو غش أو أكل مال بالباطل فيرد هذا إلى أصحابه. واما اذا كان ربا فير... فياخذ راس ماله لقول الله جل وعلا فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واما الاولاد فليس عليهم شيء وانما الاثم على والدهم. لان النفقه النفقه على الزوجه والاولاد واجبه. وبالنسبه للزوجه والاولاد غير مسؤولين عن مصدر الكسب بالنسبه لوالدهم، وانما يجب عليه ان يحقق لهم هذا الأمر الشرعي الواجب وبالنسبة لك الحمد لله الذي فتح الله على قلبك وعرفت الحلال من الحرام الواجب عليك يا أخي الفاضل الندم على ما صدر منك وإرجاع المظالم إلى أصحابه إن كانت كما ذكرت قبل قليل هذه الأموال بسبب مظالم أو إذا كانت بسبب عوض محرم أو أشياء مثلا محرمة هذا لا ترجعها الى من فعلت الحرام معهم او من اشتريت الحرام منهم وانما تتخلص من هذه الاموال بالتصدق بها بغير نيه الصدقه على فقراء او مساكين ساك الخير يا شيخ واحسن الله اليكم معنا ابو علي تفضل الله يبارك فيك الله يخليك تفضل أه الله يخليك أه أه لو سمحت يا شيخ في صلاه الفجر تاخر الامام فصلى بنا حد من الموجودين في الصلاة نعم. في المسجد فقال ف... دعاء قنوت ففي بعض من المصلين احنا ما ب... احنا ما يعني الامام عادة ما بي... ما القنوت في الصلاة نعم ف... في بعض من المصلين نزلوا للسجود ولما بدأنا في الدعاء رفعوا ثاني من الس... من من السجود للدعاء. فهل تعتبر صلاتهم صحيحة ولا إن شاء. فيها شيء؟ النقطة الثانية الله يبارك فيك يا شيخ كنت سألت أنا عن الرهن قبل كده ويمكن أنا يا الله أعلم ما عرفت أوضح السؤال نعم عن طريقة الرهن الشرعية م. يعني مثلا أنا اللي حاصل عندنا إذا عندك مثلا حتة أرض فأنت بتعطيها للي هياخد الرهن اللي هياخدها وهو يستفيد بها لحين ما انت ترجع له المبلغ اللي انت اخذته كاملا يعني مثلا اذا هي ايجارها مثلا الف درهم في السنة خدها سنة سنتين ثلاثة او عشرة قد ما يكون لحين ما ترجع المبلغ اللي انت اخذته منه كامل بسلمة الارض فهل هذه الطريقة صحيحة او فيها شيء <applause> واضح ان شاء الله علي ساك الله خير لا. تسمع ان شاء الله حياك الله حياك الله أم محمد تفضلي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل محمد أريد أسأل عن شراء السبائك الذهبية ويعني والانتظار لحين ارتفاع سعرها ثم بيعها هل هذا يجوز ولا لا ولو عندي سبيكة ذهبية وحالة عليها الحول كيف أدفع الزكاة عنها بالعلم أن سعرها متغير وليس ثابت فهل ادفع على نفس الشهر ولا انتظر السنه الجايه اشوف كم سعرها في ذلك الوقت هذا سؤالي الاول السؤال الثاني اريد اسال الشيخ أه احنا دائما نعرف ان رضا الله سبحانه وتعالى من رضا الوالدين لكن بصراحه يا شيخ في والدين كثير 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 يستغلون هذا الشيء في أه سوء معامله الاطفال والابناء على اختلاف اعمارهم ويقولون هذه إرادة الله وأنتم لازم تسمعون كلامنا وأنتم رضاء الله من رضانا ويعني معاملة سيئة جدا جدا، كل الشيوخ وكل علماء الإسلام يصرون على حسن معاملة الوالدين، لكن قليل من يتكلم من عقوق الأبناء الوالدين في هذا الزمن لا يقومون بحقوقهم تجاه الأبناء التربية ليست فقط ارتداء أغلى الثياب والسفر إلى اجمل الاماكن التربيه الاحترام المشاركه الاحتواء هذه الاشياء يفتقدها الكثير من الشباب المسلمين فنريد شيوخنا يركزون على حقوق الابناء كل الاصوات تتجه الى حقوق الوالدين لكن الابناء يضيعون شكرا لك واضح ان شاء الله محمد زاك الله خير تسمع ان شاء الله اللي جابوا النصيحه من الشيخ نفسي السؤال أبو علي يقول تأخر الإمام في صلاة الفجر فصلى بناء تقدم أحد الأشخاص صلى وقنت يقول البعض من المصلين نزل للسجود وعندما انتبه أن الإمام بدأ في القنوت ولم يسجد رجع فيقول ما حكم صلاة هؤلاء الحمد لله بالنسبة لما حصل كما في صورة المسألة هذا خطأ الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال الله تعالى كما عند مسلم في الصحيح قد فعلت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع امتي الخطأ والنسيان ما عليه فكونهم رجعوا وأكملوا مع الإمام صلاتهم صحيحة ولله الحمد والمنة ذاك الخير الشيخ أيضا يقول بالنسبة للرهن يقول عندي قطعة أرض رهنتها عند شخص مقابل مبلغ من المال يستفيد من هذه الأرض حتى أرجع المبلغ كاملاً. الحمد لله بالنسبة للراهن تعريفه توثيق عين بدين، توثيق عين بدين، فهذه الأرض هي العين والدين الذي عليه، ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع بهذه الأرض إلا بإذن الراهن، إلا بإذن الراهن، فإذا كان الراهن قد أذن له بتحصيل دينه. عن طريق استثمار هذه الأرض حتى يكتمل المبلغ فهذا جائز ولله الحمد والمنة هذا نوع من أنواع سداد الدين يقول له هذه الأرض استثمرها أنت حتى تحصل على المبلغ الذي أقرضتني إياه فهذا جائز ولله الحمد جزاك الخير خير الشيخ واحسن الله اليكم محمد تقول حكم شراء سباق ذهبيه والانتظار حتى يرتفع سعرها ثم بيعها. الحمد لله يجوز التجاره في الذهب ولله الحمد والمنه فالتجاره في الذهب جائزه بالشروط الشرعيه ومنها التقابض حال الشراء والتقابض حال البيع ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه يدا بيد مثل بمثلها ام بها سواء بسواء فاذا تم القبض صح سواء كان سبائك ذهبيه او مشغولات مثلا كل هذا جائز ولله الحمد والمنه المسألة الثانية إذا كانت إذا كانت الأخت اشترت السبائك بغرض التجارة يعني تنتظر متى يرتفع سوق الذهب فتبيع فيجب عليها أن تزكي هذه السبائك الذهبية عند نهاية كل حول وتزكيها بالقيمة السوقية الموجودة سواء كانت نزولا أم ارتفاعا فإذا اشترت مثلا أفترض سبيكة ذهبية بمئة ألف شرتها ب ألف في نهاية الحول آه سألت عن سعر سأل الذهب قالوا لها السبيكة تساوي مئتين ألف تزكي مئتين ألف ما دام أنها محتفظة بها وقد حال عليه الحول بنية التجارة اشترت آه اشترى السبيكة بمئة ألف في نهاية السنة قالوا لها الذهب نزل الآن بخمسين ألف تزكي قيمة السبيكة خمسين ألف وإن كانت اشترتها مئة ألف فالعبرة بي سعر السبيكة الذهبية عند حوالان الحول ساكل خير فاض أيضا تقول رضى الله في رضا الوالدين البعض من الآباء يستغل هذا الأمر في سوء معاملة الأبناء وأن يقول للأبناء أو لأبنائه يجب عليكم سماع كلامي والصبر على ما تلاقونه من الأذى فتريد منك كلمة, كلمة في حقوق الأبناء على الآباء الحمد لله أولا لا شك بأن تربية الأولاد هذا أمر واجب على كل أب وأم ولذلك تكاثرت أو جاءت النصوص الشرعية بالأمر بتربية الأولاد قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامر الثاني الملاحظ في النصوص الشرعيه نجد حينما نتامل في هذا الموضوع على وجه التحديد ان النصوص الشرعيه تكاثرت بدعوه الاولاد لبر والديهم. دعوه الاولاد لبر والديهم. فلدينا كم كبير من النصوص في الكتاب والسنة فيها أمر الأولاد ببر والديهم. على خلاف الآباء تجاه أولادهم لماذا؟ يعني عندنا نص نصين نص مثلا ثلاثة في أمر الآباء بتربية الأولاد والعناية به لماذا؟ لأن الله جل وعلا جبل نفوس الآباء والأمهات على الاعتناء بالأولاد ولذلك الآباء والأمهات يتعبون ليرتاح الأولاد ويحزنون ليفرح الاولاد ويبكون ليضحك الاولاد ويعانون ويقاسون حتى يكون الاولاد في مستوى معيشي ممتاز هذه فطره وهذه الفطره قد تتلوث عند بعض الاباء والامهات فليست هي مضطرده في الجميع لكن هذا الاصل وانا اقول هذا جوابا على قول الاخت يعني دائما الحديث يعني على الابناء بر لان الله عز وجل ذكر هذا ولان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذا لماذا؟ لهذا السبب اللي ذكرته انا فنجد دائما الاحاديث النصوص متجهه الى الاولاد وقضى ربك الا تعبدوا الا وبالوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين ووصينا الانسان بوالديه احسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وصاحبهما في الدنيا معروفة نصوص كثيرة لأن هذه المشاعر عند الولد تختلف عن الوالد اللي هو الأم والأب تختلف ولذلك جاءت هذه النصوص بهذه الكثرة لكن هذا لا يعني بأن الأب يبقى منزه أو الأم تبقى منزه هناك من الآباء من لا يعين ابنه على بره وأنا من الناس اللي تحدثت حول هذه المسألة كثيرا سواء في هذا البرنامج أو في البرنامج التلفزيوني وذكرت حقيقة وتوسعت في هذا الباب وإلى عهد قريب وأنا تكلمت على هذه القضية وهنا للأسف الشديد أن بعض الآباء وبعض الأمهات ما يعينون أولادهم على البر وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انحراف ووجود خلل عند هذا الأب أو عند هذه الأم وهناك حالات كثيرة جدا يتعامل فيها الوالدان مع الأولاد غاية من القسوة والظلم. وغاية في الإسفاف وغاية في الانتهازية لدرجة أن بعض الآباء وأنا مطلع على بعض القضايا استغلالي لدرجة أنه لا يريد من ابنه أن يدخر ولا درهما واحد ويريد من ابنه أن يكون عبدا مملوكا عنده ويجرده من كل شيء ولا شك بأن هذه قسوة هذا هذا انحراف عن أصل الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الآباء والأمهات لماذا ما جاءت النصوص مثلا تأمر الآباء والأمهات بالعناية بإطعام أولادهم وكسوة كسوة أو يعني متكاثر ليش لأن هذا ما يحتاج عندنا وازع طبعي وازع جبلي ما يحتاج الاب ان يوجه الى والله اطعم ولدك واسقي ولدك وحافظ على ابنك وحافظ على بنتك وحافظ اشتري لهم اللباس طبيعي يعني ما يحتاج الى الى توجيه شرعي لكن للاسف الشديد يوجد من الاباء وهذه للاسف ظهرت في السنوات الاخيره وانا تفسيري لها ان هذه اسبابها ماديه واسبابها يعني للاسف الشديد ارتكاس مادي آه خلود الى الدنيا آه عدم قناعه او شيء من هذا القبيل ولذلك نصيحتي لكل من وقع في مثل هذا الخطا الجسيم تجاه اولاد ان يتقي الله وان يخاف الله عز وجل وطبعا تتنوع الـ الاسباب هذه اما ان تكون ماديه واما ان تكون شخصيه يعني يوجد من الاباء وقد جاءني سؤال بالامس آه الاب لا يعين أولاده على بره لماذا لأن يشوف أولاده هو معدد عند زوجتين يشوف أولاده يرحمون والدتهم الأولى ويكونون عند والدتهم طبعا هي اللي الزوجة الأولى يكونون أغلب الوقت عندها وكذا فهذا حرك عرق الغيرة في نفسه فأصبح قاسي على أولاده ويعني يتعامل معهم بصلف شديد جدا فيقولون يعني ما ندري أنا حتى سألت السائل قلت له يريد مال من عندهم قالوا لا ما يريد غير محتاج لكن فقط سباب وشتام سباب وشتم وايضا تجريح بخلاف اخواننا من الزوجه الثاني طيب كيف تريد من هؤلاء الاولاد ان يبرونك وانت قاعد تمارس معهم هذا السحق والاقصاء وهذا التجريح ما يمكن فيا اختي الفاضله بارك الله فيك المشايخ والعلماء والمفتين عندهم توازن واعتدال لكن احيانا لما يغلب هذا الجانب ويذكرونه لان هذا هو المتكاثر في نصوص القران والسنه والفطره كما قلت هي التي تمنع الاب ان يكون فعلا ممارس مثل هذه الممارسات التي تدعو الابن الى عدم بر وهذا لا يسوغ ايضا للابن انه فعلا ما يبر ابوه انما الواجب عليه الصبر معالجه هذا الامر بطرق يعني شرعيه وبطرق عرفيه ولا يستسلم لهذا يعني غير مطالب الابن الان اللي عنده اب لا يعين على بره او انه مثلا يحطم هذا الابن تحطيم نفسي وواقعي و... و... ما يقال الابن استسلم آ... لمثل هذا الامر انما يعني يعالج هذا بالطرق ال... الشرعيه والعقليه والعرفيه ويحاول أن يصل الى نتيجه جيده، واذا ما وصل الى نتيجه جيده ليس مامور بان يبقى مع والده مثلا، له الحريه الكامله في ان يخرج ما دام ان الوالد يمارس ظلم وسحق واقصاء على هذا الولد. جزاك الخير خير شيخ واحسن الله اليكم، نذكر مستمعينا الاكارم بارقام التواصل مع البرنامج من داخل الدوله يمكنكم المشاركه عبر الرقم 60055 واحد ستة ثمانية ثمانية رسالة نصية القصيرة ستة ستة ثمانية ثمانية لمشتركي الصلاة هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول سمعت فضيلة الشيخ يقول أنه يجوز ذكر الله والشخص أريان هل يدخل في ذلك قراءة القرآن؟ الحمد لله نعم بالنسبة لقراءة القرآن ولذكر الله لا يشترط لها ستر العورة لكن هذا من الآداب من الآداب وليست من شروط صحة القراءة ولا من شروط صحة الذكر فإذا كان الشخص يغتسل مثلا عريانا وذكر الله لا حرج في ذلك أو كان الشخص مثلا في على سرير النوم قد كشف شيء من بدنه أو كذا وهو خال بنفسه وحب أن يقرأ القرآن لا يشترط له أن 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 يستر عورته كما يسترها في الصلاة. جزاك الخير خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. أخ سيف تفضل. مساكم الله بالخير. سيك بالنور العافية تفضل. وش الله يحييك ويبارك فيك. بخير ونعمة وفضل. الله ينعم عليك. الشيخ أنا طول عمرك وحيت يوم العيد لكن طول عمرك ما حضرت عني فوق في البيت و ومرضت ولا قدرت احول أشو اشاهد الاضحيه وقلت حق السايق روح جيب لي قصاب راح طول عمرك قلت يا يا قصاب قلت اذبح لأ الضحيه لاني انا ما اقدر احول منه فهذه الضحيه خير اذا دور جايزه ولا ان شاء الله جزاك الله خير الله يحفظك يا اخوي تسمع ان شاء الله رد اخت عايده تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت عايدة. فضلك، أخوي بس عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. نعم. <applause> 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 أول سؤال بس سؤالي فيه يعني كانت صار صار في وحدة من الحريم أمت بالحريم الثانيات يعني، فهي تصلي نست أن الصلاة جهرية، ففرقع الأولى يعني أسرت بال بالصلاة. وتذكرت عقب طبعا الوقعة الثانيه امت يعني اقصد جهرت بالصلاه وكملت عقب بس عقب قال كم سامحوني وكذا فشو شو المفروض هني على يعني بالنسبه للمأموم بالنسبه حتى للامام هل هم يعيدون الصلاه ولا ما يعيدون الصلاه ولا هي صحيحه الصلاه؟ ان شاء الله السؤال الثاني بالنسبه للمرأه الحائض هل بالنسبه بالنسبه لقراءه القران ابدا ابدا ما يجوز قراءه القران ولو كان في التليفون ان شاء الله. جزاك الله خير اخت عايدة بس ما شاء الله جاب. نعم سؤال يقول انه ضحى في يوم العيد لكن يقول لم استطع ان اشهد اضحيتي. الحمد لله، اضحية مقبولة ان شاء الله ولا يشترط لصحة الاضحية ان يشهدها صاحبها فاضحيتك مقبولة باذن الله تعالى ويجوز حتى لو وكلت يعني خارج الدولة مثلا إذا ما كان عندك قدرة والحمد لله ما دام الأولاد قاموا بالمهمة فليس من شروط صحة الأضحية أنك تشهدها بارك الله فيك ذاك الخير فالشيخ سؤال الأخت عيدة يقول امرأة أمت بمجموعة من النساء لكن نسيت أن تقرأ القرآن جهرا في الركعة الأولى فسرت في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه تذكرت فجهرت بالقراءه تقول ماذا عليها وما حكم صلاتهم؟ الحمد لله من حيث الصلاه صحيحه ولله الحمد وذلك لان الجهر بالقراءه في الصلوات الليليه المغرب والعشاء والفجر سنه وليس بفريضه سنه وليس بفريضه ولذلك بالنسبه للصلاه صحيحه والحمد لله ولا شيء عليها في ذلك. مساك الله خير شيخ معنا عبد الله تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه سؤالي بالنسبة حق في السجدة أه قالوا لي أن يعني من السنن أن يقال أه يعني في السجدة بعد ما تسجد سجدت أه أه استغفر أه الله العظيم خير أنت سجد وجهي سجد وجهي للذي خلقه وصوره إلى نهاية الدعاء فانا اللي اعرف ان هذه سجود التلاوه فهل صحيح ان هاي تعتبر من السنن اثناء الصلاه؟ ان شاء الله هذا السؤال شكرا جزاك الله خير ام عبد الله السؤال الاخت أه تقول الحائط أه ما حكم قراءتها للقران ولو بالهاتف؟ الحمد لله بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن مسألة خلافية جمهور الفقهاء يمنعون من ذلك يقول المرأة الحائظ لا تقرأ القرآن وهناك مذهب فقهي من المذاهب الأربع مذهب من فرداته على أن الحائض لها أن تقرأ القرآن من دون مس المصحف وهذا الذي يظهر أنه الراجح ولذلك يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف مثلا تقرأ من المحمول أو الجهاز مثلا أي جهاز من الأجهزة وبعض الفقهاء يقول ان احتاجت كان تكون معلمه او طالبه او تكون محفظه او حافظه تريد ان تثبت الحفظ او مريضه مثلا تقرا البقره مثلا ولذلك الذي يظهر لابن لاباس للحائض ان تقرا القران لكن من دون مس المصحف ولو قراته من الاجهزه فلا فلا حرج في ذلك ساك الخير خير الشيخ أم عبد الله تقول دعاء سجد سجد وجهي الذي خلقه الى اخر الدعاء تقول هل آه هذا يكون خاص في سجود التلاوه او انه يجوز ان يقال او تقوله في سجود في السجود في الصلاه. الحمد لله هذا عام يا اخت الفاضله الاصل ان يقال في السجود سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله بقوته فتبارك الله أحسن. هذا عام هذا عام لكن لو قالت قاله المصلي في سجود التلاوه فحسن. حسن لو قالوا في سجود التلاوة نعم ذاك الخير شيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم ستة صفر صفر خمسة واحد ستة ثمانية رسالة نصية القصيرة ستة ستة ثمانية لمشتركي اتصالات عن جاسم تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ تفضل. الله يحييك الله يسلمك. عندي استفسار يا فضيلة الشيخ بخصوص المرأة الحامل حكم أن هي صلاتها وهي واقفة يعني أن تكون مثلا جالسة على الكرسي وتصلي مثلا. تصلي على كرسي. هي واقفة تصلي عادي صلاة عادية جلوس على الكرسي وما فيها مشقة يعني بدون مشقة يعني تقصد انها تقف ثم في حال الركوع والسجود تجلس. اخ جاسم؟ يعني تقدر توقف بس لكن في مشقه شويه عليها من ناحيه السجود يعني. في السجود. وما في خشوع. يعني تجلس فقط في السجود. خلص الصلاة بسرعه بحكم ان هي يعني. إن شاء, ان شاء الله واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ بس ما شاء الله رد. نعم. فالشيخ سؤال الاخ جاسم بالنسبه للحامل. إذا كان يعني تجد مشقة في الصلاة واقفة أو في السجود أو الركوع فجلست هل عليها شيء؟ الحمد لله أولا لا بد أن نعلم بأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بالقيام في الفرض لمن كان قادرا عليه، وذلك لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، ولأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة ذكر بأنه كان يصلي قائما إلا في المرض الذي تعرض له، فصلى جالسا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، بالنسبة للإنسان الذي يستطيع على بعض الأركان ولا يستطيع على بعضها، فإنه يأتي بالذي يقدر عليه وأما الذي لا يقدر عليه فيسقط عنه ينتقل إلى البدل وذلك للقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور فالأخت الفاضلة إذا كانت تستطيع القيام وتستطيع الركوع والسجود في فترة الحمل يجب عليها ذلك فليس كل حامل ما تستطيع الركوع ولا السجود في نساء حمل في الشهر التاسع تصلي قائمة وتركع وتسجد ولا ولا حرج ولا يعني مشقة عليه. في من النساء لا من يشق عليه. بعض النساء عندها ضعف في البنية في ال... عندها إشكالات فهذه تأتي بالذي تستطيع. طيب الآن كما قال الأخ السائل هي تستطيع القيام هل يسقط عنها؟ الجواب لا تصلي قائم. طيب تستطيع الركوع؟ إذا تستطيع تركع ما تستطيع تومئ إيماء. طيب تومئ بعد ما تجلس على الكرسي ولا هي واقفه؟ تومئ وهي واقفة ما تجلس على الكرسي وتركع مثل ما يفعل أغلب الناس الآن هذا غلط لماذا؟ لأن الركوع إلى القيام أقرب الركوع إلى القيام أقرب وليس إلى السجود فهي وهي واقفة بعد ما تنتهي من الفاتحة وقراءة ما تيسر تقول الله أكبر وتومي برأسها تنزل رأسها فقط تقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب. سامع الله لمن حمد طيب جاء الآن وقت السجود هي عاجزة عن السجود تجلس على الكرسي لأن الجلوس على الكرسي أقرب إلى الجلوس على الأرض السجود عفوا السجود أقرب السجود تكون تجلس على الأرض أو تجلس على الكرسي وتكمل صلاتها بمثل هذه الطريقة ساك الخير شيخ وأحسن الله إليكم ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة هي أسأل عبر الرقم ستة ستة ثمانية ثمانية يقول فضل الشيخ هل الذنوب الكبائر أكثر أم الصغائر؟ الحمد لله لا شك بأن الكبائر أشد من الصغائر لأن الكبيرة ورد فيها لعن أو حد أو طرد من رحمة الله كل كبيرة تشتمل على إما حد في الدنيا أو لعن وطرد في الآخرة والعياذ بالله وأما الصغائر هذه اللمم التي لا يسلم منها أحد فهذه تكفرها التوبة وتكفرها أيضا الفرائض مثلا الصلوات وما بين رمضان ورمضان والحج والعمرة والوضوء هذا كله يكفر الصغائر أو تكفرها المصائب أيضا يحصل مصيبة للإنسان تكفر عن هذه الصغائر ففرق بين الصغيرة والكبيرة نعم ذاك الخير فصيح تقول مؤخر صداق الزوجة بعد انخفاض قيمة العملة بأكثر من مئة ضعف هل يتم على حسب قيمة الذهب الرائجه قبل 40 عام الحمد لله هذا ذهب اليه بعض الفقهاء المعاصرين وقالوا يربط بالذهب يربط بالذهب لكن هنا اشكال وهي ان قضيه الدين اذا مثلا اذا قلنا خرجنا على ان المؤخر هو دين استقر في ذمه الزوج فيكون السداد على المثل لا على القيمه هذا قول جماهير اهل العلم فهنا الذي يحصل الاشكال لكن اللي يظهر والله اعلم أن إذا كان الخسارة كانت فادحة وكبيرة فممكن يرجع إلى تقييمها بالذهب لأن النبي عليه الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ابن عمر فيما يتعلق ببيع الإبل نبيع بالدراهم ونقبض بالدنانير فقال رخص النبي وسلم بشرط أن لا يشترط ذلك في بداية الأمر فالمرأة ما اشترطت ذلك في بداية الأمر آه ثم الآن حصل خسارة فادحة يعني مثل ما ذكرت مئة ضعف فتستلم بالذهب آه قيمة هذا بالذهب تقيم بالذهب حال آه العقد يعني حال استقرار هذا المؤخر في ذمة الزوج تستلم هذا الذي يظهر بأنه الأصلح والأنفع وهو الذي يتفق مع القواعد الشرعية ساك الله خير يقول صليت العصر ويقول نسيت إذا كنت يقول صليت ركعتين أو ثلاث يعني يقول شككت أه يقول كتب نسيت لكن يقول كان فالشيخ يعني يقصد شككت ركعتين أو ثلاث لكن يقول قمت وأعتبرت أني في الركعة الثالثة أه لتيقني بأني صليت ركعتين وأكملت الثالثة والرابعة ثم يقول صليت وسجدت للسهو بعد السلام الحمد لله من شك في الصلاة فإنه يبني على اليقين شك في الصلاة يبني على اليقين الآن صورة المسألة اللي ذكرها الأخ السائل يقول أنا شككت ما أدري هذه الثانية أم الثالثة يجب أن يعتبرها الثانية وليس الثالث وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن اليقين ما هو ثلاثة هذا اليقين أما هنا اليقين الثانية هو صلى الثاني يقول ما أدري هذه الثانية ولا الثالثة فأصبحت الثالثة هي المشكوك فيها فيجب عليه أن يعتبرها الثانية ويقوم ويأتي بالثالثة والرابعة ثم يسجد للسهو بعد ذلك طيب الشيخ يعني قد يكون سؤاله أنه يعني مثلا نسي هل صلى ركعتين أو ثلاث ثم تذكر بعد يعني فترة يعني قليلة تذكر أنه في الثالثة ويعني مشى على هذا اليقين هل عليه نسبه للسهو الحمد لله الآن أفترض بأن رجل يصلي صلاة العشاء أو صلاة العصر أو صلاة الظهر أربع ركعات أثناء الصلاة شك بأن شك في هذه الركعة هي الثانية أم الثالثة فبنى على اليقين على أنها الثانية ثم قام على اعتقاد انه يستقبل الركعة الثالثة. أثناء الركعة الثالثة تيقن بما لا يدع مجال للشك أن هذه هذه الثالثة وليست وليست الثانية. قام إلى إلى ثالثة فيجب عليه هنا أن يعود إلى ما استيقن وهو يبني على أن صلاته كما كان قبل الشك. كما قا كان قبل الشك ويستمر ويسد لسه بعد ذلك جزاك الخير خير وأحسن الله إليكم أه يقول أو تسأل تقول الزوجة هي والدتي أه هل يتم خصم مؤخر الصداق من التركة أم يكون جزء من التركة هو جزء أصلا يعني هو الحمد لله بالنسبة للصداق هذا دين على الزوج لزوجته ولذلك يجب على الورثه ان يسددوا ديون الميت، واول ديون الميت سداد المؤخر التي الذي لوالدتهم، فتعطى الام قبل توزيع التركه، ولذلك تعطى المؤخر ثم بعد ذلك تعطى الثمن الذي هو الذي هو نصيبه. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهموك من مواقع التواصل الاجتماعي عبد الرحمن الصبحي من الإخراج على السعيد تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف السلام عليكم ورحمة الله